أول ما أجيت لهون كنت ضعيفة كتير، ما كنت مستوعبة يعني إنه هيك صار، إنه مثل الحلم، يعني إنه كل شوي إنه كنت بحاكي حالي يا الله ما عاد فيق من هالمنام. ما تقوله هناء العلي اللاجئة في سهل البقاع اللبناني ربما يراود الكثير من اللاجئين ويحملهم ضغوطا أكثر في بلاد هم غريبون عنها. هناء حاربت خوفها عندما تحدثت بصراحة مع معالجة نفسية بشأن الضغوط التي واجهتها كلاجئة سورية في لبنان، واليوم تشجع غيرها من اللاجئين على الحديث للتغلب على مشاكلهم. لما رحت وصرت أحكي وصرت إنه هيك فش قلبي، يعني إنه في شيء، إنه في طرف فهم عليك شو بدك، شوي شوي صرت أقوم على حيلي. الظلم اللي عشنا حسيته يعني صار هالة من القوة، ما صار إنه انكسار. الأخصائية النفسية من الصليب الأحمر سارة شماتي التي ساعدت هناء أكدت أن الحديث عن الصحة العقلية ينظر إليه عادة على أنه من المحرمات، والكل يردد هل تعتقد أنني مجنون؟ الوسمة هي مشكلة كبيرة، فعلا كبيرة، وبعدنا لهلأ بمجتمعنا نحن، بس كمان بالمجتمع الغربي نفس الشيء، الوسمة موجودة، ما ننسى أنه حتى بالمجتمع الغربي موجودة، يمكن أقل بس موجودة. المشكلة الرئيسية أنا بعتقد هو أنه الإنسان ما بحب يعترف أنه بمراحل معينة نحن ضعاف، كأنه الضعف هي منا صفة إنسانية، كأنه نحن قوية، يعني قوية ونحن قادرين على كل شيء. مر عام على دخول هناء في العلاج النفسي، واليوم تشعر أنها أكثر قوة وبدأت في التواصل مع نساء وأطفال من محيطها لتشجيعهم على الحديث عن المشكلات التي تواجههم للتغلب عليها، والعديد منهم استجاب وأصبحت أحواله أفضل. أنا بحس حالي أنه كأني أصلحت الكرة الأرضية، يعني مجرد ما أنه مثلا بعمل شيء مع حتى لو ولد صغير بحس حالي عملت شيء كتير كبير.